جاء في هذه التقارير الإعلامية أن سفينة تحمل الجنسية البانامية وتستغل من طرف شركة ملاحة كونغولية حصل اختطاف مجموعة من الأشخاص في إطار أعمال القرصنة التي تتم، وضمن من تحدثت التقارير الإعلامية عن اختطافهم هناك ضباط مغاربة، في ضابطين بالأساس، ضابطين مغربيين. أولا كحكومة نحن نتابع هذا الموضوع، وأي جديد الجهات الحكومية المعنية ستعلن عنه. الموضوع فعلا أنا يعني كانت هنالك على ضوء هذه التقارير التي صدرت على أساس أننا معنيون بسلامة مواطنينا في أي مكان، لكن الجهات المعنية هي المختصة على المستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وكذا الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج.